اهلا بكم مشاهدينا الى هذه الحلقه من ساعه حره وفيها نناقش ملف التصعيد في مناطق خفض تصعيد في الجنوب السوري الكثير من التكهنات حيال احتمال بدء هجوم وشيك من قوات النظام السوري وحلفائه في ظل تحذيرات ومخاوف اسرائيليه واردنيه من توسع الحرب هناك اذا ما اندلعت في الساعات او الايام القليله المقبله اين تقف روسيا من هذه الاحتمالات وهي مع الولايات المتحده ايضا من رعاه الاتفاقات في شان مناطق خفض التصعيد نناقش هذا الملف مع ضيوفنا وارحب بهم من واشنطن ينضم الينا الدكتور اندرو تابلر كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسه الشرق الادنى ومن موسكو المحلله السياسيه الروسيه الينا سوبونينا ومن عمان الكاتب المحلل السياسي الأردني عامر سبايلة أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام وأبدأ معك من واشنطن أندرو تابلر إذن التقارير تشير إلى احتمال انهيار الاتفاقات في شأن مناطق خفض تصعيد في الجنوب السورية واشنطن في تقديرك كيف تتعامل مع مثل هذا الاحتمال في ظل ما يشكله من مخاطر على حليفين رئيسيين هما الأردن وإسرائيل واشنطن ملتزمة بالاحتفاظ أو الحفاظ على هذه الاتفاقيات التي وقعت مع روسيا في العام الماضي الرئيس والوزير بومبيو كان متمسكين بهذا السؤال كيف ترد الولايات المتحدة لو قام نظام الأسد بالاندفاع جنوباً هذا موضوع، الموضوع الاخر هل نظام الاسد هو الذي يندفع الى الجنوب ام مجموعات مدعومه من ايران هي التي تندفع الى الجنوب وهذا هو الخط الاحمر الاسرائيلي والاردني في نفس الوقت. في الجانب الاول السؤال الاول الذي طرحته عن كيف ترد واشنطن اذا ما كان هناك اندفاع سواء من الاسد او من حلفائه بقياده ايران واشنطن حذرت قبل ايام قليله من انها ستتخذ اجراءات وصفتها بالحازمه ازاء النظام او القوات الحليفه له اذا ما استمروا في انتهاك مناطق خفض التصعيد ما طبيعه هذه الاجراءات التي تتوقعها كمراقب كمحلل من واشنطن اذا ما كان هناك لابد من هذه الاجراءات ما نوعها يمكن ان تكون هناك عده ردود ردود دبلوماسيه وهذه واضحه من ناحيه الرسائل العامه او من خلال الامم المتحده او رد عسكري ايضا يمكن ان ياتي باشكال مختلفه اما رد عسكري مباشر او عن طريق دعم القوات التي تمثلها المعارضه او السماح للاردن او اسرائيل خاصة إسرائيل بالتصرف بالنيابة عنا والسؤال ماذا ستفعل اسرائيل على وجه التحديد ردا على نظام أو اندفاع النظام إلى الجنوب لا. سيد عامر السبايل الكاتب المحلل السياسي الأردني من عمان أهلا بك إلى ساعة حرة قبل يومين كانت هناك زيارة نادرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو للأردن لقاء مع الملك الأردني اليوم أيضا أجرى وفد أمريكي ضم نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية جون رود وقائد القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتيل محادثات في عمان مع الملك الأردني طبعا موضوع الجنوب السوري كان من ابرز هذه من ابرز نقاط المحادثات في تقديرك ثمة ترتيبات جديده يدخل فيها الاردن طرفا رئيسيا في محاوله لمنع معركه كبرى في الجنوب السوري تعود بالاضرار عليه مساء الخير اولا لك ولضيوفك الكرام، أولاً دعنا نتفق أن الأردن يعني منذ اللحظة الأولى بالنسبة له هاجس المنطقة الجنوبية يعني هو هاجس كبير وخطير وبالتالي يعني إذا ما نظرنا إلى المشهد في المنطقة الجنوبية كان يختلف عن أي مشهد آخر في سوريا، نجاح منطقة خفض التصعيد الدور الأردني في جلب يعني المتضادين الأمريكي والروسي منذ المرحلة الأولى لانجاح هذا هذا الاتفاق الان نصل الى مرحله يعني لابد ان نقتنع يعني في النهايه ان الاردن هو ضابط الايقاع او بالاحرى المؤسسه العسكريه الاردنيه هي ضابطه الايقاع اليوم لما يجري في الجنوب السوري اليوم هي التي تحتضن الرؤيه الروسيه والامريكيه هي التي تنسق وهي التي تملك يعني في النهايه الشرعيه لتقول كلمتها في النهايه لا يمكن للاردن ان يقبل ان يكون اي سيناريو فوضى في منطقه الجنوب لانك تعلم تماما ان تداعياته على ثلاث مستويات ستكون على الأردن سواء على موجات لجوء قادمة أو على انهيار المنطقة في فخ الفوضى أو على تشكل حالات إرهابية يعني أو تنظيمات جديدة فبالتالي الأردن يأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن أن يمر أي سيناريو خارج عن الإرادة الأردنية وأعتقد أن المؤسسة العسكرية الأردنية أرسلت كافة الرسائل يعني لجميع الأطراف منذ اليوم الأول في هذه النقطة السؤال الثاني هو يعني لا بد أن تنتهي قضية الجنوب السوري يعني من يعتقد أنها ستبقى يعني يكون مخطئ تماما يعني في النهاية الأمور تسير ميزان القوى على الأرض هو بصالح النظام في سوريا الاختلاف اليوم هو على فكرة من هو الموجود يعني اليوم في الجنوب السوري أعتقد الإسرائيليين بالتفاهم مع الروس كانوا واضحين يعني في هذا الموضوع سلمت كثير من من النقاط التي أرادتها إسرائيل في موضوع الميليشيات في موضوع التواجد الإيراني تواجد حزب الله يعني لا أعتقد أن هناك مشكلة اليوم ستكون في وجود مؤسسة شرعية كالجيش السوري تعود الى الجنوب السوري الخوف الحقيقي هو من تشكل هذه المنطقه يعني تشكل جديد لهذه المنطقه عبر يعني الوجود الايراني اولا او حلفائه في الجزء الثاني وهذه هي المخاوف الحقيقيه بالنسبه لاسرائيل وبالنسبه للاردن لكن الجزء الثاني لا يمكن أن تحسم معركة الجنوب دون غطاء جوي روسي وبالتالي ما دام الموقف الروسي إلى الآن يسير بحذر بين كل المتضادات ويحاول أن ينسج نوع من أنواع التفاهمات باعتقادي أننا يعني صعب أن نتحدث عن السقوط اليوم سقوط منطقه الجنوب في فخ الفوضى، واعتقد ان السوريين نفسهم يدركون حجم هذا التحدي، يدركون ان النجاح في الخروج من من موضوع الجنوب السوري اليوم يشكل بالنسبه لهم نصر ليس نصر استراتيجي على الارض، يعني يشكل نصر سياسي حقيقي لاننا اليوم في معادله القوة في سوريا ليس هناك اي شيء يستطيع ان يؤثر على المؤسسه العسكريه السوريه او ان يجبرها يعني ان تقبل بفروضات حلول سياسيه لانه مسار الامور في, المنط... في كوكة على كافه الاراضي السوريه تغير اذا طيب. نتحدث اليوم عن مرحلة طبعا كثير من النقاط طبعا محتاجه الى مزيد من النقاش يعني سنطرحها معك في سياق الحلقه سيدة إلينا سوبونينا في موسكو موسكو كيف تنظر إلى احتمالات الانفجار الشامل في الجنوب السوري هي من رعاة التفاهمات هناك اتصالات إسرائيلية أردنية أيضا إسرائيلية أمريكية في شأن تلك المناطق وأيضا الرئيس السوري كان تحدث عن اتصالات روسية أمريكية في شأن تلك المناطق يعني الخلاصة الآن الأمور متجهة إلى أين كما تراها روسيا اتفق الرأي أنه لا أحد يريد الفوضى اليوم في جنوب سوريا وروسيا أكثر من أي واحد لا تريد ذلك الاستقرار بالنسبة لروسيا في سوريا مهم جداً نعم دور الأردن الآن في غاية الأهمية ولكن هون هل ممكن يكون هذا الدور دورا حاسما ودور مهم بلا شك ولكن الاتفاق ما بين أمريكا وروسيا هو أهم الاتفاق القائم والاتفاق المستقبلي أيضا كان هناك الاتفاق حول إنشاء منطقة خفض التوتر في جنوب سوريا الآن روسيا حاولت أن تتوصل لنوع من التفاهم مع أمريكان بالنسبة لإعادة هذه الأراضي إلى تحت سيطرة الحكومة يبدو أن الخلافات ظهرت من جديد وهذا ممكن أن يدفع حكومة سوريا باتخاذ خطوات عسكريه بعد كل هذه المحاولات للتوصل للاتفاق خلافات بين من ومن يعني الان ما الذي يقرر اذا كانت الاتفاقات متجهه الى احتمال الانهيار آه تماما يعني روسيا ليست لها القدره للضغط على النظام السوري او انها لا تريد الضغط على النظام السوري وحلفائه آه اذا ما كانت خطواتهم المقبله قد تؤدي عمليا الى انهيار الاتفاق الروسية الأمريكية روسيا تريد اتفاقا سياسيا ولكن بالنسبة للخيار العسكري هنا روسيا لا تنظر إلى هذا الخيار كإمكانية الانهيار في جنوب سوريا لماذا هو انهيار نعم خطورة موجودة وخطورة التصعيد هي دائما مخيفة ولكن انتم كنتم تتحدثون حول انهيار في حلب بعدين حول انهيار في غوط الشرقية الآن في جنوب سوريا أما كل هذه الاراضي الاراضي اقصد بحلب وغوطة الشرقيه قد عادت الى تحت سيطره الحكومه ولا يوجد هناك اي انهيار نعم نتحدث عن انهيار الاتفاق كاتفاق مناطق خفض التصعيد يعني يستمر وجود اتفاقات لخفض التصعيد ام ان اي هجوم محتمل وهناك بعض الهجمات الصغيرة التي تحصل بين ساعة وأخرى يمكن أن يؤدي عمليا إلى عدم وجود هذا الاتفاق وبالتالي مخاوف أردنية قائمة مخاوف إسرائيلية قائمة من أن ذلك قد يؤدي إلى انفجار أشمل قد يصل إلى الأردن قد يصل إلى إسرائيل قد يصل أيضا إلى تمدد نفوذ الإيراني يعني روسيا كيف تنظر إلى هذه الاحتمالات؟ الاتفاق ما زال موجود ولكن لأمتى ممكن أن يستمر هذا الوضع حكومة سوريا هي تريد أن تعيد هذه الأراضي وحق معها بوجهة نظر روسيا في أي لحظة ممكن أن يتم التصعيد في جنوب سوريا لحتى الان الوضع مثل ما هو بسبب جهود روسيا اكثر شيء وايضا بسبب جهود الاردن اتفق مع ذلك روسيا توصلت لاتفاق مع اسرائيل روسيا لديها تفاهم مع الاردن اعتقد انه مشكله اساسيه الان مع امريكان او روسيا مستعدة أن تناقش هذا الموضوع معهم حتى علي أعلى مستوى وكما تعلمون روسيا مستعدة للقاء ما بين ترامب وبوتين الكرة الآن في مرمي الأمريكان لا. دكتور أندرو تابلر في واشنطن تعليقك على العبارة الأخيرة أن الكرة في مرمى الأمريكان كما قالت إلينا السبونينة. يعني واشنطن في تقديرك ما الذي تريده تحديدا من منطقة الجنوب السوري يعني أي صيغة تقلق واشنطن وأي صيغة تطمئنها حيال أي ترتيبات جديدة قد تبحث في شأن الجنوب السوري اعتقد من ناحيه اتفاقيه تخفيض التصعيد هذا طريق الى وقف اطلاق النار وهذا معناه ان هناك مناطق تسيطر عليها النظام ومناطق تسيطر عليها المعارضه حاليا الابقاء على الاتفاقيات مهم لتلبيه العديد من الاهداف الامريكيه هناك موضوع يبعث على القلق وهو لو نظام الاسد ونتيجه للطريقه التي فاز فيها في الحرب بدعم مكثف من ايران ووكلاء ايران لو قام النظام بالاندفاع فهذا سيكون مؤقتا والوحدات الايرانيه اما سترافق قوات الاسد او تاتي لاحقا وهذا ربما يغضب السكان المحليين وايضا يغضب دول الجوار مثل الاردن واسرائيل هذا يقلق واشنطن الوضع الحالي افضل بالنسبه لواشنطن افضل من اندفاع من جانب القوات المواليه للاسد الى الجنوب بعد هذا الفاصل الاول نستكمل الحوار معك اندرو تابلر من واشنطن مع الينا سوبونينا من موسكو وايضا مع عامر سبيله من عمان تابعونا مشاهدينا بعد هذا الفاصل والمزيد في ساعه حره حيال احتمالات وسيناريوهات منطقه الجنوب السوري في ظل تحذيرات من انهيار لاتفاقات خفض التصعيد. مشاهدينا هذه الحلقه من ساعه حره سيد عامر سبايله في الاردن في عمان رد منك تحديدا الاولويه لدى الاردن الان حيال جنوب السوري يعني ذكرت بعض النقاط التي تشكل مخاوف لدى الاردن ومنها موضوع احتمال ظهور تنظيمات متطرفه جديده بعد داعش او ما الى ذلك يعني كترتيب أولويات في تقديرك هناك موضوع طبعا النفوذ الإيراني كيف ترتب هذه الأولويات بالنسبة إلى قلق الأردن من تطورات الجنوب السوري؟ يعني هو قلق الأردن أولا أن نتحدث فعليا عن أهم يعني مفاصل الأزمة السورية يعني ليس هناك مجال للمهاترات السياسية اليوم يعني الاردن يرى نفسه على بوابه هذه المواجهه، باعتقادي خطر يعني اي تشكل لحرب حتى دون ترتيبات حقيقيه ودون يعني ترتيب لماهيه يعني اجراءات هذا التقدم يعني او استعاده استعاده الجنوب السوري يمكن ان تشكل ايضا نزوح للاجئين وبالتالي يعني ترى انت اليوم الاردن يعني هذه بالنسبه له قد تكون تشكل كابوس حقيقي يعني تتحدث عن مئات الالاف الذين قد يندفعوا باتجاه الحدود الاردنيه نظرا لمثل يعني الانهيار لنقل في موازين القوى او او تحرك عسكري غير مدروس. ثانيا تتحدث عن تشكل فوضى يعني فعليا اذا ما تحدثنا عن ميليشيات او حرب ميليشيات غير مضبوطه ولا تستطيع ان تضبطها انت تتحدث عن منطقه جاذبه فعليا لمكونين ارهاب وجريمه وبالتالي عصابات اجراميه تجد يعني منطقه الجنوب السوري وامتدادها بالتالي الاردن كمنطقه مهمه للعمل مما يؤثر على الاردن فعليا والنقطه الثانيه هي تشكل تنظيمات ارهابيه وهذا له جزئين اولا انه اي فوضى قائمه بلا شك ستجذب تنظيم وهناك نواه يعني عده لنقل يعني نقاط يمكن ان تشير ان هناك نواه تتشكل للتنظيمات في هذه المنطقه وهناك ايضا تنظيم موجود يعني كما تعلم في منطقه حوض اليرموك <applause> 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 آه، اثنين اننا نتحدث يعني في جزئيه ان هذه التنظيمات قد تاخذ بعدا اكبر يعني بعدا يفوق فكره الجنوب السوري تفكر في تمدد، وثانيا انها ترى ايضا في وجود ايراني في هذه المنطقه، يعني تعلم انت النفوذ الايراني او الوجود الايراني عاده والميليشيات الايرانيه هي نقاط جاذبه ايضا لهذه التنظيمات باعتبار انها في اولويه عدائها ترى دائما يعني الايرانيين والميليشيات المواليه في صف العدو الاول، وبالتالي تصبح هذه المنطقه منطقه جاذبه للتنظيمات التي تعيش اليوم حاله من المنافسه في العالم الجهادي لمن سيحمل رايه خلافه داعش لمن سيظهر ويشكل يعني تنظيم جديد يكون قادر على الضرب او على التواجد على الاقل في منطقه جغرافيه اذا كل هذه السيناريوهات التي نتحدث عنها تشكل حاله من الرعب بالنسبه للاردن لو اننا حاولنا ان نرتبها يعني وفقا للاولويات لا. لهذا الاردن معني تماما بان لا نسقط في فخ الفوضى او ان تفلت الامور يعني من من يد الجميع في فكره في لا قدر الله يعني اذا ما فعلا يعني استمرت هذه الحاله واختلاف وجهات النظر التي قد تؤدي يعني في المستقبل الى تشكل حاله لا يمكن ضبطها سيد أندرو تابلر أعود إليك بشكل موجز في شأن ما إذا كان يمكن لواشنطن أن تتدخل عسكريا في تلك المنطقة إن وجدت تهديدا للأراضي الأردنية تهديدا أيضا ربما لإسرائيل يعني ويأتي ذلك طبعا في ظل النقاش الأمريكي عن ما إذا كان الرئيس ترامب يريد الانسحاب من سوريا أم أنه تراجع عن هذا التفكير هل يمكن أن تتدخل واشنطن عسكرياً؟ هذا احتمال ولكن الدعم الامريكي لاسرائيل والاردن او الدولتان يمكن ان تدافع عن نفسهما والدوله ذات القدره الاكبر في هذا الصدد هي اسرائيل اذا هذا يعتمد على المراحل لو كان هناك اندفاع الى الجنوب بالقرب من الحدود مع الاردن فهذه حملة، أما إذا كان الاندفاع باتجاه جنوب الغرب، باتجاه هضبة الجولان فهذه حملة أخرى، حملة أخرى، علينا أن نرى الرد الإسرائيلي. هناك قلق وهذا مفهوم أنه لو القوات الموالية للأسد والمدعومة من إيران استطاعت الاندفاع إلى هذه المنطقة فإن احتمال تحسن الموقف بالنسبه لاسرائيل او الاردن على المدى الطويل هو احتمال ضعيف ووصول المجموعات الايرانيه الى الحدود سيزداد او فرصه الوصول ستزداد الى حد كبير ومن الممنوع على المتمردين ان يحتفظوا بالاراضي التي يسيطرون عليها الان نعم سيده الينا سوبونينا في موسكو يعني الى اي مدى وصلت التفاهمات الروسيه الاسرائيليه في شان تلك المناطق وفي شان ايضا اي منطقه فيها قوات ايرانيه يعني هناك غارات اسرائيليه من حين على من حين الى اخر على مواقع تابعه لمجموعات تابعه لايران هناك عمليات وتلويحات إسرائيلية دائما أيضا كررها قبل قليل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا مكان لأي مجموعات إيرانية على أي جزء من سوريا هل تحظى الغارات الإسرائيلية بغطاء بتفاهمات ما مع روسيا؟ لا لا نستطيع ان نتحدث حول عن الغطاء الروسي ابدا روسيا ما زالت متوازنه في علاقاتها مع القوى الاخرى في سوريا و... بعد تلك الغارات نشرت بعض الشائعات انه كانه روسيا تميل لاحد الاطراف في هذه الصراعات لا ابدا روسيا ما زالت لديها علاقه مع ايران وفي نفس الوقت روسيا لديها علاقه مع اسرائيل بعد الضربات الأخيرة الإسرائيلية بالعكس أثارت عدم الارتياح لدى موسكو لأنها أتت بوجهة نظر بعض المحللين ليس بوقتها لأنها أدت إلى تصعيد الأوضاع في سوريا فبالنسبة لروسيا أحسن أحسن ألا تتكرر مثل هذه الضربات لأنها ممكن أن تؤدي إلى التصعيد الأكثر في نفس الوقت روسيا نعم روسيا تتفهم هموم إسرائيلية وروسيا الان في حوارها مع جميع القوى الموجوده في سوريا الان تحاول تخفيف التوتر وروسيا نجحت في هذا الشيء تذكروا مباشره بعد تلك الضربات الاخيره من قبل اسرائيل رئيس بوتين شخصيا اجري اتصالات مكثفه مع نتنياهو وايضا مع القاده الايرانيين ليس ترامب الذي تدخل واما رئيس بوتين وهو برايي قد نجح في هذه الجهود ولكن لأمتى روسيا ممكن أن لوحدها أن تستمر ببذل هذه الجهود لابد من التنسيق مع أمريكان وإلا لابد من التصعيد نعم أشرك معنا عبر القدس الدبلوماسي السابق مائر كوهين أهلا بك إلى ساعة حرة كنت تستمع إلى إلينا هنا المحللة السياسية الروسية من موسكو ومعنا أيضا في الحلقة من واشنطن أندرو تابلر كبير الباحثين في معهد واشنطن سياسة الشرق الأدنى ومن عمان الكاتب والمحلل السياسي الأردني عامر سبايلة سيد كوهين الدبلوماسي الإسرائيلي السابق في القدس قبل قليل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث مجددا عن مواجهه التهديدات الايرانيه في سوريا في تقديرك الامور متجهه نحو اشتعال الجنوب السوري كيف ستتصرف اسرائيل ازاء مثل هذا الاحتمال؟ هو التقديرات في اسرائيل بان اسرائيل مقبله على مواجهه امكانيه مواجهه عسكريه على كافه الجبهات على الجبهه الشماليه وايضا على الجبهه في قطاع غزه ونحن نرى تدهور الاوضاع هناك ورئيس الوزراء حضر بان اسرائيل يعني مستعده لمواجهه كل السيناريوهات المحتمله بنرى هذا التصعيد الخطير من من قطاع غزه ربما وليس فقط لكي يحقق كسر الحصار وعوده الحياه الى طبيعتها في قطاع غزه وانما هو فتح جبهه ثالثه امام اسرائيل وهذا هو التقدير ولكن المخاوف هي ايضا تتعلق ب في اسرائيل تتعلق بدخول قوات روسيه وسوريه عفوا وقوات من حزب الله والميليشيات الايرانيه لتصل الى الحدود مع اسرائيل وهذا هو مكمن الخطر بالنسبه لاسرائيل ما ذكرته يتعلق بالقوات السورية يعني جيش النظامي والقوات حزب الله وأيضا المجموعات الأخرى أم فقط بمجموعات تابعة لإيران يعني لأن البعض تحدث أنه في فترة ما قد يكون مقبولة بالنسبة لإسرائيل أن يقف الجيش السوري النظامي عند حدودها من دون الميليشيات والمجموعات التابعة لإيران هذا الامر ليس واضحا بالتحديد لان الميليشيات الايرانيه يمكن ان ترتدي الزي السوري وشاهدنا ذلك في في كثير من الحالات فليس هو من من الواضح ما هو الموقف الصحيح لكن نحن امام مواجهه حقيقيه وهناك حشود ضخمه في جنوب امام القنيطره مواجهه الجولان وايضا في الجنوب السوري في درعه في مواجهه الاردن ومن هنا كانت الزياره الخاطفه التي اجرها رئيس الوزراء نتنياهو الى عمان للقاء العاهل الاردني الملك عبد الله لتنسيق المواقف فيما يتعلق بهذا الامر تحديدا هل لديك اي معطيات حيال ما يمكن ان يكون تم الاتفاق عليه في هذا الشان بين اسرائيل والاردن هو لم يتكشف اي شيء فيما يتعلق بهذا الموضوع و ولا توجد أي تسريبات حول هذا الموضوع لو كنت ضمن الوفد الإسرائيلي الذي ذهب إلى عمان ما النقاط التي كنت طرحتها في سياق التفاهم مع الأردن على تلك المنطقة؟ طبعا هو يعني الرفض التام لاي دخول قوات ايرانيه وميليشيات في في هذه المنطقه و وهناك معلومات يعني نصبت إلى إسرائيل بأنها قصفت أرتال من الميليشيات العراقية والإيرانية للدخول إلى سوريا ومنها إلى لبنان و... وإسرائيل لم تعاقب على هذا الموضوع. نعم. وبالتالي فإن هذا الأمر يتعلق ب... فيما يتعلق بإسرائيل بأنه يعتبر خط أحمر. وبالتالي تتوقع استمرار الغارات؟ انا لا اعتقد ان الغارات يعني يمكن ان تستمر ولكن اذا تبين ان هناك يعني خطوره فيما يتعلق بالوضع مع اسرائيل فان اسرائيل يعني ستقوم بما ما هو مطلوب منها في مثل هذه الامور بعد هذا الفاصل نستكمل هذه الحلقة من ساعة حرة والمزيد في شأن احتمالات التصعيد في مناطق خفض التصعيد في الجنوب السوري ما هي الاحتمالات ما هي طبيعة الاتصالات الجارية حاليا بين عدد من الدول المعنية واشنطن موسكو كيف يمكن أن تعدل ربما بعض هذه الاتفاقات اذا ما كانت الامور متجهه من جهه النظام السوري وحلفائه الى هجوم عسكري وشيك كيف سيكون شكل المنطقه في حال اندلعت تلك الحرب تابعونا بعد هذا الفاصل مشاهدينا هذه الحلقه من ساعة حرة، سيد عامر سبايلة في عمان باختصار لو سمحت يعني تحدثت عن موضوع المخاطر المحتمله على الاردن في منطقه الجنوب في تقدير جنوب السوري، في تقديرك ما طبيعه الدعم الذي قد يحتاجه الاردن لمواجهه هذه المخاطر؟ تحديدا تحدثنا عن دعم امريكي ربما كابرز حليف مؤثر عسكريا، اذا ما احتاجها الاردن دعما عسكريا في تلك المنطقه. يعني هو هذا افترضنا ان الامور يعني ساءت الى درجه ان هناك مواجهات لا يمكن السيطره عليها وهو ما لا نتمناه لانه ما دام هناك اطار يقوم الاردن اليوم بمحاوله الحفاظ عليه اعتقد يعني اننا آه لسنا بحاجة آه إلى مثل هذا إلى مناقشة هذه النقطة لكن افتراضيا الأردن مؤسسة عسكرية يعني لم تدخل في الأزمات كما تعلم هي مستعدة تراقب الوضع في الجنوب السوري على اطلاع تمام باعتبارها هي البوابة الحقيقية للجنوب السوري اليوم لا أعتقد أن الأردن يحتاج أكثر يعني من من الدعم اللوجستي في حال مواجهات طويلة الأمد يعني مع خصوصا غير تقليدية إذا إذا ما افترضنا أن هناك تنظيمات قد تظهر آه أو أو نوع من أنواع الفوضى لكن فعليا الان اعتقد ان الاردن بحاجه اعطاء المؤسسه العسكريه نوع من انواع المساحه ايضا للتحرك يعني ايضا في موضوع صياغه هذه العلاقه مستقبلا مع سوريا يعني يجب ان نقتنع ان الامور لابد ان تصل الى خواتيمها لابد ان تصل الى نهايه اذا ما هي النهايه التي نريدها الجميع اليوم متفق انه يخشى من الاحتمالات والفوضى التي يمكن ان تتشكل اذا كنت تخشى من ايران اليوم في حاله الفوضى يجب ان ترتعب من ايران لان الايرانيين يتقنون يعني تماما كيف يتحركوا في الفوضى وراينا نماذج يعني واضحه في العراق وقدرتهم يعني على تحويل هذه الفوضى لصالحهم لهذا اليوم الان العلاقات الاردنيه شبيل. الايرانيه ليست معنين. على ما يرام الاردن أنه قال انه لن يسمي سفيرا جديدا الى ايران وبالتالي كيف ترى انعكاس هذا التوتر في العلاقات الاردنيه الايرانيه على ما نناقشه ملف الجنوب السوري في ظل مخاوف من تمدد وتزايد النفوذ الايراني هناك عبر تلك المجموعات يعني شوف هناك إرث أمني كبير بين الأردن وإيران، لا تستطيع يعني المؤسسة الأمنية الأردنية أن تتجاوزه. ثانياً عندما نتحدث عن إيران لم تكن هناك علاقات يوماً مع إيران علاقات قوية، وبالتالي لا نستطيع أن نأخذ هذا كمعيار لمحاولة تجييره لفكرة أن الأردن مستهدف من إيران. ثالثاً الأردن يعني يعتبر أن إيران هي في خانة في خانة العداء بالنسبة للأردن على الأقل لأنه في الخلاصه يعني كل ما جرى في السنوات الماضيه كان واضح ان ان الرغبه الايرانيه بتحويل الاردن لمحطه لوجستيه للانتقال الى الضفه الغربيه يعني فبالتالي يعني اذا كانوا قد وجدوا من من غزه حليف واستطاعوا ان يدخلوا الى غزه كانوا يعتقدوا يعني ان من خلال الاردن هناك فرصه للعمل في الضفه الغربيه وهو ما يمكن ان يغير كان معادله التوازن بالنسبه للايراني الاسرائيلي الان هو يجد منطقه الجنوب السوري ككابوس رعب بالنسبه للاسرائيلي لانه فعليا يستطيع من خلال خلاله الانتقال والعمد بطويل الأمد يعني لا نتحدث عن فقط عن عمل لحظي يعني مهم. الإسرائيليين اليوم هم يتحركوا ضمن هذه الرؤية محاولة تثبيت أنه ليس هناك خطر إيراني مستقبلي وليس فقط حالي إذا ما نريد اليوم هو إيجاد صيغة خلاص لمنطقة الجنوب السوري وهذا لن يتم إلا بحل سياسي وبإعطاء السوريين فرصة أيضا لإعادة إيجاد شريك حقيقي وازن وليست ميليشيات لا يمكن أن نضمن استقرار المنطقة بوجود ميليشيات هذه يعني يمكن أن يعني تشير هنا بطريقة أخرى سيد سبيلي إلى أن أردن يد... قد يقبل عمليا وهو يقبل عمليا يعني أنه يقبل عمليا الجيش السوري ولا يقبل وجود ميليشيات غير سورية في تلك المنطقة بمعنى تحدث قبل قليل عن تسوية مع النظام السوري الحالي أم انتظار تسوية الكبرى لسوريا وما قد تنتجه من نظام بديل. يعني اولا دعنا نتفق ان العقيده العسكريه لا تقبل يعني فكره ان تكون يعني مؤسسه عسكريه مقابلها ميليشيا، هذا مستحيل يعني مؤسسه عسكريه تقابلها مؤسسه عسكريه، اليوم يعني سياق الامور لا نتحدث اليوم عن 2012 يعني لو كنا اليوم نتحدث في 2012 كان ممكن ان نفترض افتراضات سقوط مدوي للنظام فوضى يعني دخول لم... ل... لقوات تحالف الى اخره، اليوم في 2018 النظره يجب ان تكون واقعيه للجميع، هناك واقع يفرض نفسه على الارض وهناك ضمانات، يعني اليوم هناك روسيا وليست الولايات المتحده فقط لتصيغ يعني شكل الحل، هناك اليوم يعني مخاوف حدودية جغرافية يتفق معها ايضا صاحب كلمة الفصل في سوريا وبالتالي يجب استغلال هذه الظاهرة لمحاولة اعادة صياغة على الاقل تسوية متوازنة لهذه المنطقة وهذا بلا شك قد يكون قد يقود الى تسويات اكبر مستقبلا طيب بعبارة سريعة من صاحب كلمة الفصل في سوريا؟ يعني هل هناك صاحب كلمة فصل وحيد؟ لا هو هو من مكونات لكن في موازين القوى اليوم هي روسيا فعليا، روسيا هي اللاعب الدولي المؤهل اليوم فقط ان يكون له كلمه على الارض ويكون له انعكاس على الصعيد الدولي، والسوريون يدركون ذلك تماما، فبالتالي يعني التحالف مع روسيا ضمن هذه الرؤيه لانهاء الازمه يعني سيكون بلا شك خيار استراتيجي بالنسبه للسوريين وليس فكره اليوم اطاله امد الازمه والدخول في فكره يعني استنزاف حرب استنزاف ميليشياتيه تدوم سنوات يعني لا أعتقد أن هذا موجود اليوم في الفكر السوري سيد أندرو تابلر يعني ما تعليقك على هذه الأفكار متعلقة تحديدا بتسوية مع النظام السوري الحالي كون الواقع الآن ليس مثل 2012 أن روسيا هي التي يمكن أن يكون لها الكلمة الفصل عمليا على الأرض السورية يعني واشنطن ما الذي يمكنها أن تفعله في مواجهة مثل هذا الواقع ليكون لها كلمة قوية ليكون لها دور في أي تسوية سياسية كبرى لسوريا أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورا في تسوية في سوريا على مستويات عدة مثلا يمكن أن تدعم القوى التي تسيطر على ثلث البلاد بالإضافة إلى تركيا وآخرين ثم الطريقة الدبلوماسية التي تعاقب فيها الولايات المتحده النظام تماشيا مع الاتحاد الاوروبي وهذا يؤثر على حسابات نظام الاسد وحسابات ايران بالطبع هذا النوع من تنظيم حمله الضغط على نظام الاسد صعبه بينما دول مثل الاردن تحدثت عن اعاده العلاقات التجاريه عبر الحدود في اعقاب الحراك تجاه المعابر أنا أفهم أن الأردن تحدثت عن هذا الموضوع وهو موضوع حساس، وزميلي هنا كان مصراً على الإظهار إظهار ما يمكن أن يوفر توفره الفوضى. السؤال هذا قد يكون شيئاً يمكن النظر فيه تكتيكياً، ولكن هل هو صحيح استراتيجياً؟ نظام الأسد يمكن أن يعرض قواته في سوريا قريبا وبدون اي انخراط ايراني كبير، ربما هناك شكوك حول هذا الموضوع وعلينا ان ننتظر ونرى ما هي النتيجه النهائيه اريد منك توضيحا لهذه النقطه الاخيره يعني فيما يتعلق بقوات النظام السوري لو سمحت. النظام السوري استنزف عسكريا الى حد كبير ولديه قوات مقاتله محدوده عندما يتحول الى الهجوم في سوريا فاعداد كبيره من الميليشيات المدعومه من ايران وقوات الحرس الثوري التي تدرب في سوريا عليها ان تدخل في اللعبه وهذا يبعث على القلق لان العلاقه مع ايران ستسمح للمجموعات المدعومه من ايران أن تصل إلى هضبة الجولان وإلى الحدود الأردنية هذا حتمي ما هي الاستراتيجية الأفضل لإبعاد إيران عن الحدود؟ الوضع القائم حيث المتمردين معادين لإيران ووكلائها أو السماح للنظام أن يصل إلى هذه المناطق وهو يعتمد على إيران؟ أعتقد أن الوضع الحالي أفضل من السماح لقوات الأسد أن تندفع إلى الجنوب نعم الينا سوبونينا في موسكو، يعني ثمة من يرى ان من مصلحة روسيا ان تستنزف القوات الايرانية والقوات التابعة لها في سوريا، وان روسيا من اجل ذلك تتغاضى عن كثير من الغارات الاسرائيلية وانها توفر لها ما تحدثنا عنه قبل قليل، وصفته بال يصفه البعض بالغطاء وتقولين انه ليس صحيحا ان هناك نوع من التوازن في هذه العلاقات، كيف يمكن لروسيا ان تقيم توازنا فعلا في علاقاتها بين عدوين لدودين قد تنشب بينهما حرب طاحنة في المنطقة انطلاقا من سوريا أنا بصراحة أول مرة بسمع أنه من مصالح روسيا استنزاف شريكها الإيراني في سوريا هذا غير صحيح هذا ممكن بالنسبة لأمريكان هذا هو وبالنسبة لإسرائيل هذه الدول تريد أن ترى استنزاف الإيرانيين في سوريا كما استنزاف فصائل حزب الله بالنسبة لروسيا أبدا روسيا عندها مازالت عمليه استنا بمشاركة وايضا بمشاركه تركيا وايران فموقف روسيا لم يتغير بهذا الشان ف بالنسبة لإعادة يعني عفوا آه سيدة إلي يعني من يتحدث بذلك بالقول أن هناك يعني مصلحة روسية في ذلك يقولون أن ربما التسوية الكبرى تقترب من الملف السوري للملف السوري وبالتالي فإن من له قوة عسكرية على الأرض ونفوذ عسكري على الأرض قد تكون له كلمة أقوى في هذه التسوية وبالتالي فإن روسيا لا تريد لايران ان يكون لها الكلمه الاقوى في سوريا ولذلك قد يكون من مصلحتها ان تستنزف عسكريا، من هذه النقطه يتحدث الذين يقولون بمصلحه روسيه في استنزاف ايران. اذا كانت التسويه الكبرى قد اقتربت في سوريا فهذا يعني انه تفاؤل كبير ممكن يكون بمثل هذا التحليل برايي حتى الان رغم ان الحكومه السوريه سيطرت على كثير من الاراضي ولكن التسويه الاخيره ليست قريبه بالعكس الوضع ما زال هش و روسيا تفهم تماما أن ايران لديها مصالح في هذه المنطقه كما دول اخرى لديها مصالح ايضا واسرائيل لديها مصالح والاردن فالتسويه هي لابد ان تتم اعتمادا على نوع من الموازنات والتفاهمات لحتى الآن أخشى أنه نحن بعيدين عن هذا الشيء وأيضا من اجل تقريب الحل من الضروري اكثر التنسيق الاكثر ما بين روسيا وامريكا ولكن حتى اللقاء المرتقب ما بين ترامب وبوتين هو يواجه صعوبات كثيره خاصه داخل امريكا ف لا روسيا موقفها لم يتغير وبالنسبه للجنوب ما اسمعه اليوم حول وجود الميليشيات الايرانيه ف برأيي أنه هناك مبالغة كبيرة ب... لأنه الوجود الإيراني في الجنوب هو بالمقارنة مع مناطق سوريا الأخرى ليست بهذه الكثافة no. فعلى أقل هذا هو وجهة نظر من موسكو بعد هذا الفاصل الاخير اراء اخيره من ضيوفنا تابعونا مشاهدينا بعد الفاصل والمزيد في شان تطورات الجنوب السوريه واحتمالات الحرب هناك تابعونا بعد هذا الفاصل الدقائق الاخيره من ساعه حره سيد مائير كوهين في القدس يعني بالعوده لتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي اليوم في حفل تخريج ضباط في الكليه الحربيه يقول اما الجبهه السوريه فنعمل باستمرار من اجل منع تموضع القوات الايرانيه او القوات المواليه لها في سوريا عمليا ما الصيغه الافضل التي تراها اسرائيل للتعامل مع هذا الوضع يعني هل الصيغه المتعلقه مثلا بلبنان بعد 2006 ومساله الهدوء هناك عند الحدود مع ان حزب الله موجود في الجنوب عند الحدود يعني هل ترغب اسرائيل في صيغه مماثله متعلقه بسوريا ام انها ستتصرف عسكريا اكثر فاكثر في سوريا كما تحدثت قبل قليل الصيغة الموجودة في لبنان التي تتعلق بحزب الله هي الحلم الذي الأكثر يعني دراوة بالنسبة لإسرائيل إذا كان تم حدوثه في في سوريا وهذا ما تقوم إسرائيل بمنعه ودرئه نهائيا وبالتالي فأن الموقف الإسرائيلي بيقول أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام دخول قوات سورية وحزب الله إلى الحدود الإسرائيلية تصريح نتنياهو كان واضحا ليس فقط على الحدود 27 كيلو من الحدود مع اسرائيل وانما في كل انحاء سوريا لن تقبل بوجود سوري ايراني هناك وبالتالي هي تعمل بشكل جيد بتنسيق مع الولايات المتحده وروسيا وهناك اذان صاغيه في موسكو بالنسبه لمواقف الاسرائيليه ليس بالضروره انها يعني تتفق تماما مع ما تقوم به اسرائيل ولكن على الاقل الرئيس الروسي هو الرئيس الوحيد الذي يستمع وينصت الى الاخطار التي تتعرض لها اسرائيل. اسرائيل مرتاحة الى طبيعه الدعم الامريكي لها جيدة. في هذا الجانب؟ هو طبعا يعني بالنسبه للدعم الامريكي في هذا الموضوع هو كان نوع من الانتقادات لا نسمي ذلك انتقادات ولكن بالنسبه لخفض القوات الامريكيه المتواجده في في جنوب سوريا وهي هذه القوات هي تعمل لمنع تسلل الميليشيات الايرانيه الى 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 سوريا وايضا الى لبنان. هناك اختارنا ناجمه عن ان هذا التحول الجغرافي والديموغرافي بجلب نحو 80 الف من هذه الميليشيات لكي تستوطن في في سوريا بدلا من السكان الاصليين الذين يغادرون سوريا ولا يستطيعون ان يثبتوا بان املاكهم موجوده في خلال 30 يوم وبالتالي هناك تغيير جغرافي وديموغرافي وهذا امر خطير جدا وهذه الأخطار هي التي تتعلق بال التي تخشى منها إسرائيل التواجد الإيراني في سوريا سيد عامر السبايلة في عمان ما السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى الأردن تحدثنا قبل قليل عن نوع من المخاطر ولكن الحرب إذا ما كانت بهذه الأطراف العديدة إذا انخرطت فيها إيران أكثر فأكثر وكان هناك مواجهة إسرائيلية إيرانية مباشرة هل الاردن امام خطر وجودي في هذه الحال؟ لا أه وجودي هذا الجغرافيا الاردنيه ثابته يعني هذا لا نستطيع ان نتحدث عن خطر وجودي نتحدث اكثر أه في الجانب عن خطر السياسي يعني النظام الاردن لن يكون في مواجهه في اي احد السياة. اه في في, في الجانب لا هو هو بلا شك الاردن اخطر شيء سيكون التبعات التي يمكن ان ان تترتب على الاردن اذا ما طالت الازمه ايضا يعني بعيدا عن تطورها، اليوم الاردن يعاني حقيقه من هذا من حاله من الخنق يعني خنق اقتصادي والخنق السياسي نتاج للوضع الحالي فبالتالي يعني تطوره باتجاه ازمه يعني تاخذ بعدها الامني، تاخذ بعد الحرب، تاخذ تطور على حدوده، باعتقادي يعني هذا اخطر ما ما يمكن أن, يشأن, ان 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 يؤثر على الاردن اليوم، سيكون تداعيات خطيره على المستوى الامني وعلى المستوى الاقتصادي، وبلا شك يعني نصل في, بالتالي الى 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 الخطر السياسي نتاج نتاج للتطورات التي يمكن أن تحدث لكن أعتقد أن الجميع يدرك حجم هذه المخاطر وبالتالي الجميع يسير يعني بحذر إذا ما لاحظنا يعني ليس هناك الإسرائيليين يتدخلون مباشرة عندما يعتقدون أن هناك خطر يعني قد يطالهم واضح ان هناك ليس هناك اي تعقيب يعني من من روسيا في تلك الحاله ليس هنا هناك ضوء اخضر تقريبا من الولايات المتحده والتحالف فبالتالي الجميع يعني يسير في محاوله الحفاظ على مصالحه لكن دون الوصول الى نقطه صفر يعني نقطه انهيار تام وباعتقاد الاردن لا. يريد اليوم فعليا ويريد يعني الجيش الاردني ان لا يصل الى هذه النقطه نقطه الفوضى والحفاظ وانجاح فكره خفض التصعيد والانتقال الى ترتيب هذه المنطقه امنيا. نعم، سيد اندرو تابلر في واشنطن، موضوع التنسيق الامريكي الروسي في سوريا، هل تتوقع ان يكون هناك نقله نوعيه في هذا السياق اذا ما التقى الرئيسان ترامب وبوتين؟ لا سيما انك يعني تتابع ان اسرائيل مثلا في اي تطمينات تسعى اليها في موضوع السوري تلجا الى روسيا هذه الايام. اعتقد ان وكجزء من اي اجتماع الموضوع الرئيسي هو هل تنخرط امريكا مع روسيا كما تستعمل اسرائيل نفوذها مع روسيا لابعاد الخطر الايراني انا لا ارى ما هي الفائده بالنسبه للولايات المتحده من ناحيه الاهداف الخاصه بتقليص الأنشطة الإيرانية في المنطقة ما نحب أن نراه هو أن الطرفين يتوصلان إلى اتفاق ولكن حاليا هذا غير وارد وبالتالي إذا ما ساءت العلاقات الأمريكية الروسية ينعكس ذلك برأيك بشكل مباشر على احتمالات تحسن الأوضاع في سوريا أو موضوع التسوية السياسية أو ما إلى ذلك؟ طبعا اي انخفاض في العلاقات او في التقدم الحقيقي النقاشات بين الرئيسين ترامب وبوتين ستضر بالانشطه في سوريا هناك لقاء مصالح ولكن الاختلافات تزيد عن الفوائد وهذا سيعطل التسويه في الازمه السوريه نعم الينا سوبرينا في موسكو يعني القناه العشره الاسرائيليه تحدثت عن زياره سريه لمسؤول استخباراتي اسرائيلي كبير الي موسكو يعني هل نتحدث الان عن ترتيبات قد نشهدها قريبا لا سيما بعد تقارير توقعت في الاسابيع الاخيره ان موسكو ربما ضغطت على طهران او طلبت منها سحب بعض القوات الايرانيه أو القوات المواليه لايران من مناطق في سوريا وان ايران رفضت اصلا بالنسبه للجنوب فلا توجد قوات ايرانيه هناك يمكن تكون بعض الفصائل المواليه لايران ف المشكله ليست هنا الاسرائيليون قلقون قلقين بسبب التصعيد الممكن في الجنوب ويريدون زياده دور روسيا من اجل تجنب المشاكل الاكثر أكرر أنه بوجهة نظر روسيا الآن بالنسبة للجنوب المشكلة الأساسية ليس مع ليست مع إيران أما المشكلة ب عدم التنسيق الكافي ما بين كل الأطراف المعنية وأيضا المشكلة بعدم التنسيق المطلوب ما بين روسيا وامريكا وليس اكثر من ذلك. نعم، هل رفضت ايران طلبا روسيا للانسحاب؟ لسحب بعض القوات المواليه لها من مناطق لا اتحدث عن الجنوب السوري، من مناطق اخرى. بالنسبة لمناطق أخرى لم يدر حديث حول هذا الشيء وبرأي هذه الشائعات لم تكن مضبوطة شكرا جزيلا لك الينا سوبونين المحللة السياسية الروسية من موسكو ومن واشنطن اشكر اندرو تابلر كبير الباحثين في معهد واشنطن ومن عمان الكاتب الأردني عامر سبيلة ومن القدس الدبلوماسي السابق مائر كوهين شكرا لكم مشاهدينا للمتابعة إلى اللقاء